Okay. قابلت Yeah, هذا the camera here on front side. The آه. camera here. Yeah. You. No, this is Garmin. Ah, yes. I bought the camera here on my helmet. My helmet inside. Yeah. هذا yeah. This is Garmin, yeah, to show me the road, the gas stations. Navigation. Navigation, yeah. So قابلت هذولي الرجال وزوجته معاهم هذا الهارلي رولد جلايد والهيريتج رايحين في اتجاه عكس اتجاهي رايحين لكرواتيا والمناطق هذه. رايحين ان شاء الله الان متجه الى فينيس او البندقيه 170 كيلو تقريبا من هنا. وهذه الاغراض على الدباب وهذه الشنطة الملابس غطيتها بالغطاء حقها عشان المطر. وزي ما انتم شايفين بذلة المطر المعتادة. الأمور طيبة إن شاء الله. غيم احتمال تمطر. الله أعلم الجو متقلب هنا. تضحك علي الألمانية تقول لي شكلك زي حقنا الفضاء جاي من الفضاء. فيقولوا لي انت كذا شكلك كأنك جاي من الفضاء. Yeah, I think it's getting hot. Yeah. No. خليني اقفل هذا. About 64,000 maybe. Yeah. It would be more if because I am riding also it's 65 maybe 65 يقول لي كم ماشي 65,490 yeah but I have another bike I ride another bike otherwise it would be more yeah اقول له عندي دباب ثاني لو ما عندي دباب ثاني يكون المشي اكثر كمان لا تنسى واقف سنه واربع شهور في تركيا فنضبط الـ هذا البتاع على البندقيه فينيس اوكي ماي هورس Oh. Yeah. That's how. يقول لي كيف تنزل رجلك. Okay. Bye bye. بسم الله توكلت على الله. يا سلام ما أجمل الصباح خلاص هذه العبارة صارت ملازمتني طيب من هنا كده وروح كده واطلع كده يا سلام يا سلام من هنا الخط السريع كده تريستا تروستا شوف البلد هذه حلوة جميلة 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 أمس لما دخلت يا راجل ما فيش إلا خضرة وأشجار ودنيا يعني شيء روعة زي ما أنت شايف زي ما أنت شايف وخر لك كده عن الدباب عشان لا تقول لي القزازة خليني أتعب كده تتعب وأتعب سيبني إن كن صحيح بتحبني على رأي فوزي محسون الله يرحمه تتعب وأتعب سيبني إن كن صحيح يا سلام في المطر أمشي على مهلك
في المطر امشي على مهلك عشان لا تزلق عشان لا تتنكد. على مهلك حسب على مهلك وحده وحده من النار اللي في قلبي. يا سلام والله يا اخوان شيء جميل يعني الخضره سبحان الله سبحان الخالق سبحانه وهذه هذه جنات الدنيا فكيف بجنات الاخره. طبعا برضو الحدائق دي تسمى جنه ولولا اذ دخل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيوة جينا هنا ما أدري إيش أقصدوا في الاتحاد الأوروبي النجم دي هل هو مش حدود إيطاليا ما أعتقد إيطاليا لسه قدام. يا سلام على نسمة الصباح شوف 21 درجة مئوية الآن 21 درجة مئوية والجو جميل غيم. حديقة ربانية غناء سلوفينيا. اشتغل المطر ما شاء الله تبارك الله. مطر يعني متوسط حقيقة. تشوف الغيم يقول لك عقلك انه هذا المطر راح يجلس لاخر اليوم. بعد نص ساعة كذا ساعة نص ساعة إلا انكشف يوقف المطر والشمس تطلع وكأنه ما كان الوضع. تقريبا هذه الحدود يمكن هذه الحدود الظاهر. الهايوي هذا تاخذ تيكت من هنا تضغط ضباب الله يستر ضباب ومطر ومطر الساعة 12 إلا ثلث. الساعة 11:40 دقيقة صباحا المطر قام يزيد وضباب. شوف سير السيارات والشاحنات ما ادري هذه ايش هي. انا من اول اشوف فينيزيا وايطاليا وميلانو اقصد هذه هي الحدود دي ما قالوا مفتوح ما في حدود بس الظاهر ما ادري يمكن اجراءات معينة الله اعلم. لكن الوضع تريلات مسافة
ما أدري هل هو في بوابة هناك، هل هي بوابة رسوم هي عشان الكوفيد 19 هذا، عشان ال ما أدري عشان المرض هذا الكورونا، أو هو طبيعي كذا. بحب أعيش طبيعي وما أحبش الألوان. سيرة أشوف التريلات خاصة واقفة، بوابة بعيدة البوابة. والله سيرة طويل، ما أدري تفتيش الظاهر، ولا في مجال أتعدى لا من هنا ولا من هنا، قفلة من أول وأنا أمشي مسافة، إلى الآن برضو باقي مسافة. يا الله السيرة إلى الآن ما خلص يا جماعة، كم كيلو وأنا ماشي، شوف التريلات وشوف السيارات، نوقف ونمشي. الآن ماشي وتوقف، غير أدخل ما بين السيارات وما يقصروا يوخروا كذا، لكن شوف ها وقف وأمشي وقف، يعني سيرة ما ينتهي، سيرة ما ينتهي. يا الله ما يبغى الواحد برضو كذا يدخل بين السيارات، لكن شيء هو من هنا مفتوح، بس خاف يحسبوا علي تسلل من هنا. أدعس يا ولد، والله كأنك فين يا راجل، التريلات يعني ما بالغ بالمئات، يمكن التريلات والسيارات راح يطلع لي أحد بس، أصل ملصقين في بعض كلهم. يا الله يا للروع، على رأي الشوالي ما أدري اسمه ذا، والله ما هي روعة ذي، إنها شيء يعني لا يصدق. الله 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 الله، يا الله فين يا أبوي، هذا شكله السيرة ذا لين روسيا. لا يجيني واحد من هنا، أدعس وأمشي. يا سلام، هنا شغل الدباب، أما اللي يقولوا لي أرجع لين آخر السيرة، يا راجل أرجع طريقي محل ما أجي، إيش اللي لآخر السيرة. أيوة هنا لحد يطلع لي، شوف يا رجال، ولا انتهي السيرة، بس لا تخلص بطارية الكاميرا، خلينا نطفي. بوابة رسوم، باقي 22 كيلو على فينيسيا البندقية، فينيسيا والله الشمس، شوف درجة الحرارة 27 وحران، البدلة طبعا علي وبنطلون حق المطر، رسخت الجاكيت. سبحان الله الجو حار 27، إذا مشيت يزين الجو يصير كويس، بس أنا أقارن ذا الآن 27، شوف عندي هنا كأنه 35 ولا حاجة زي كذا. سلامات يا بطل، جايب تخش علي ولا إيش السالفة؟ هذه البندقية هي فيها جهة اليابسة أظن اللي أنا فيها، في الجهة ذي ما أدري هل هم يركبوا مركب ولا في جسر توصل للجهة الثانية اللي هي جهة اللي نشوفها ذي اللي فيها القوارب، يعني يستخدموها بين المنازل وبين أول مرة أجي هنا، ونشوف الآن إن شاء الله كيف الوضع.
انا جالس من اول اترقب اقول يمكن يعني اوصل الى مرفا واركب عبارة للجهة الثانية. في جسر يربط بين الجهتين شوف هذا الراجل بسكوتر يقطع الجسر، طويل الجسر هو. وهذيك الجهة اللي هي الشربة مفتحة على بعض تكاسي في القوارب مدري كيف، والله أنا ما عندي فكرة عنها، مجرد أقرأ عنها وفي اليوتيوب شفت لقطات هذه وهذا على دراجة وهذا على دباب. إذا نشوف نكتشف إن شاء الله البندقية. هذه البندقية جهة الموية، جهة يعني العائمة هو، لأنه والله ما أدري، أنا جالس أفكر أشوف دراجات دبابات كثيرة واقفة هناك في المدخل، اللي هو مفروض نوقف الدباب أو الناس عادة يوقفوا دباباتهم ويركبوا مثلا، ولا أنا ما حجز فندق لحد الآن جاي كذا يعني، ولكن خفت أخذ لي فندق يطلع في مكان ما يعجبني، ما أعرف البلد ولا أعرف المواقع ولا أعرف حتى لو قرأت عنه. شوف كيف القوارب تستخدم كمواصلات هنا، البيوت على البحر. تقريبا هناك وسط المدينة، أنا ودي والله بفندق كذا في قلب المدينة وأنزل أسيح مع السائحين. المكان الجزيرة ذي مرة محسوب فيها المساحات محسوبة، ما لقيت محل أوقف، ما لقيت هذا، وهنا في مدخلها يوقفوا الدراجات. شوف الدبابات كيف والبسكليتات هناك، حتى محل الدباب ماني لاقي وال 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 وال. طيب والدبرة هناك يأجروا دراجات هوائية، بس المشكلة فين أوقف الدباب هنا، فين أوقف الدباب والخوذة والأشياء دي. والله والبدلة ذي اللي عند علي ثقيلة، لازم أفسخ ملابسي، والله ما أدري إيش أسوي. والفندق وقفت عند فندق يقول لي الأستاذ ب150 يورو، شكله كذا نجمة وربع. يبدو لي اني في قدامي اوفلاين شغال، ما لقيت شريحة ادور لي. ادور لي فندق، واذا زودوها لا يا حبيبي، بطلنا في البندقية والمسدس. مشكلة الدباب بس أوقفه، تخيل حتى موقف للدباب هنا ما في بفلوس. نو no؟ يا رجال يقول لي فل الباركينج من اول، وانا
ورطام ماني لاقي موقف. الفنادق في فنادق شايف هناك بس فين توقف؟ ماني لاقي موقف. ول عليكم. العالم كله جاي بباصات لكن انا الظاهر اني شوف هذا فندق هنا فندق هنا الظاهر اني بشوف اوقف الدبابة واخذ فندق بعيد عن هذه راح في الجهة الثانية يعني مسافة من هنا وارجع. والله مكتظة بالسكان مكتظة بإيه بالسكان. هيا يا أبوي هذه حمراء متى؟ تبغى تطلع ما عندك مشكلة أطلع حل يقولوا لك بس تبغى هنا شوف على يميني على يميني هنا قوارب ويعني البيوت هذه مقابلها البحر ما عندي. يقولوا لي عندك تلفون إيطالي صدموا يا الله ولا هو لابس سيفتي ولا شيء تكسر عندي. راعي الدباب هذا ما هو لابس أي شيء لابس شورت وفنيلة كت ولابس جزمة صغيرة كذا جزمة رياضة عشان الجو حار هنا وبس اللهم بس من السيفتي الخوذة. فالواحد عشان كذا يحتار نشوف أكثرهم زي كذا يعني الواحد يلبس وحر وهذا والله أخوكم لابس حق المطر والجاكيت والخوذة بس هذا اللي أنا مخليه علشان يدي لما أنا حاسب محطة شيء عشان الواحد إحساس الحاجة في يده وبرضه حاس إنه إيش لا سمح الله الواحد ينزلق بيده أو كذا فهذا اتعطب الادمي. ما ادري في لحظه كذا شفته كذا متعدي انا في لحظه صار الحادث. اسال الله ان يجنبنا وياكم الحوادث حوادث السير والحوادث المؤسفه زي هذه. الادمي طايح مسكين الحمد لله. والله لا عندي لا انترنت ولا جي بي اس ولا جي بي اس ما ادري ايش من ذاك اليوم ولكن الله شاقني لهذه الداخل المدينة هنا وأشوف عماير هنا يتيالي في باركينج ممكن في فنادق يعني متوفرة. أما هناك مسترة ما أدري إيش هي دي مسترة يعني مسترة ولا إيش أبوي أروح من هنا. والله كذا أحيانا يقول لك عقلك يمكن إيش جاي هذا هو يكون جاي ورايح زي كذا. يا الله ربنا يسهل. صبحكم الله بالخير. من البندقية في إيطاليا وصلت أمس واخذت الفندق هذا على أساس أجلس كم يوم هنا يومين ثلاثة أيام ولكن البارح في الليل قريت خبر نزل إنه حكومتنا عزها الله منعت السفر لإيطاليا وأنا قد يعني متواجد هنا يعني من أمس من قبل الخبر فما جلست والله حتى هذا توي أول نهار نمت في الليل وصحيت
و حتى زميلي وليد الحربي جاي في الطريق على اساس نجلس كم يوم هنا، ولكن عندما نزل الخبر هذا تكلمنا قلت خلاص خليك محلك هناك في النمسا او في المانيا، يمكن ما وصل النمسا، النمسا يوصل ان شاء الله، ونجلس هناك يعني كم يوم نشوف فين عاد يعني. المهم تغير الخطة كلها، تغيرت، وهذه أغراضي وهذه الغرفة أخذتها ب 73 يورو مع موقف الدباب، مع موقف الدباب 78 يورو والآن لما الأغراض هذه كلها إن شاء الله والبدلة، وتوكل على الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله. شيك على الدباب نظرة أخيرة كذا قبل السير إن شاء الله، كل شيء كويس. الأنوار مسحتها أمس، كان مطر والأمور طيبة. وهذا الفندق هوتيل ديلفينو 4 ستارز، لكن اعطيه اقل من 4 ستارز. بسم الله. اوكي باي باي. هذا الرجال الطيب له 20 سنه من السنغال، بارك الله فيك، 20 سنه في ايطاليا. هذا الشارع اللي كنت ساكن فيه في الفندق أمس، جيت ما جلست والله عشان نظرا للظروف هذه، لأن جاء تعميم من الداخلية أنه لازم ما حد يسافر لإيطاليا، وقيد أنا موجود هنا، فيا دوب جلست يوم وحمشي إن شاء الله أطلع إلى النمسا. هذا الشارع، هذه شوارع البندقية، الجهة اللي اليابسة يعني، مش الجهة المزدحمة اللي فيها قوارب وكذا، قريب الجهة الثانية، ما في يمكن الله أعلم 10 كيلو ولا. اللوكيشن يمين وبعدين أرجع وناوي اجلس واخذ 200 جيجا انترنت لكن قدر الله ما شاء فعل. درجة الحرارة 26 درجة مئوية، الساعة 10 صباحا. ان شاء الله متوجه لزيلامسي مثل ما ذكرت، بعد 260 متر في لفة يمين. يحترموا جدا المشاة يعني، إذا في واحد يقطع كذا هذولي ما بدأوا يقطع يعني، أول ما تشوف واحد بيقطع فيفترض أنه تعطيه الأولوية، يسموها بالإنجليزي pedestrian's right، حقوق المشاة، حقوق الطبع. طيب هذا موقف ولا إشارة ولا إيش السالفة يا بشر؟ يا بشر يمين، والله أنا أشوف طريق قطار يمين يا جماعة، لا أشوف زي هذه الست الكبيرة والشباب ذولي حرانين، عاد إيش نسوي؟ كاميرا أنا جالس أسوق الدركسون في يدي، ما فيها والله، أشوف خط ما في اقفل الكاميرا، شوف خط يا ابويا، قطار قدامي هنا، ما اصحى الا ذحين في وجه القطار. لا بس شوف، طمني ده، طمني والله يا رجال، مطاردة، اشوف القطار ورايا، ياهو ايش هذا والله. حتى هنا في رطرطة وقوارب، الظاهر انفكوا برضو حتى هنا في مياه، والله الواحد كان وده يجلس له هنا يومين 3 أيام 4 يكتشف الديرة.
هلا بسكليتا سموها بسكليتا سنيور سنيوريتا يا ريتك يا ريتا وسنيور سنيوريتا. والله ترى امشي يا عمي لا يجينا القطار اشوفه بعيد هناك ما ادري كيف موفقين بين السيارات وبين القطر اللي بيمشي ده. شوف السكة كيف سكة القطار سكة التيهين وفي النظرة تيريريرم وفي الهمسة خلاني في حيرة سيد المها محلا مكان ما ومن تريرم شقلنا في حبه نمشي على دربه في سكة التيهين في سكة التيهين يمشي ويتحدى ويكرر النظرة مش راضي يتعدى مدري كله أسى وحسرة ومن غير ما نسلم فكرنا نتكلم. تاخذ الكرت وبعدين لما تطلع في النهاية من الخط السريع هذا الوجهة اللي هذا يصير تحطه في الماكينة ويطلع لك كم المطلوب وكذا. هذا هو شوف الناس شوف السرة رايحين على البندقية على من اول هذا زي امس وانا جاي شوف الناس طالعين من السيارات بس ما بيمشي السيرة ما ادري ليه هناك ما في لا يعني بيمشوا حبة 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 اربعة خمسة كيلو السيارات سيارات شوف التريلات وسيارات صغيرة شيء يخلي الرايح جاي يعني خليه بدل ما رايح يرجع سله زي حالاتي كده الحمد لله الطريق انا خارج من هنا ماشي من ايطاليا في اتجاه النمسا شوف السيرة لين فين من اول وانا ماشي واصور بدأت اصور شوف مو معقول ما انا ما قد شوف زي كده يا الله ايطاليا لا أحد يشتكي يقول هنا زحمة ولا هنا زحمة ولا هذه المدينة زحمة ولا الرياض زحمة ولا الشرقية ما أدري فين شوف الزحمة شوف الزحمة وقف عبي بنزين وأشوف الوضع إيه ساريني هذا مطعم ده. الحمد لله قد فطرت عبي بنزين وشيك على باقي 242 كيلو توي ما يعني قطعت يمكن 100 كيلو وأقل عبي من هناك